طبعا مجلس النواب اختار 13 عضو بناء على الدوائر 13 الانتخابيه في ليبيا. الفتره الماضيه بعثت الامم المتحده تواصلت بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر اخرى مختلفه، وعدد هذه الدوائر 5، بمعنى ان البعثه اختارت 5 نواب يمثلون 5 دوائر انتخابيه، وهذا الامر احنا نرفضه تماما ولا نعتد به بالمطلق. احنا اكدنا على ان يتم اختيار من يمثل مجلس النواب في هذا الحوار ان يكون تحت قبه البرلمان بطبرق او بمدينه بنغازي. ما تم العمل به من خلال البعثه نحن لا نعتد به بالمطلق، فتم اختيار اللي هو 13 عضو يمثلون 13 دائره انتخابيه في مجلس النواب في جلسه الثلاثاء الماضي 18/2/2020 13 عضو، وصدر فيهم قرار من مجلس النواب، وأرسل هذا القرار إلى بعثة الأمم المتحدة، ولكن رفضت البعثة أن تتعامل مع كل الأعضاء الذين تم اختيارهم، بل تعاملت فقط مع 8 أعضاء لكي تجمعهم بالخمسة الذين اختارتهم البعثة بطريقتها، وأصبح العدد 13. وهذا الأمر بالنسبة لنا مرفوض، إما أن يتم قبول 13 عضوا الذين تم اختيارهم بمدينة طبرق أو يرفض بالكامل.